بتاريخ 20 نوفمبر 2015 على مستوى الطريق الوطني رقم 4 تم توقيف أفراد هذه العصابة وحجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر ب 86 كيلوغرام. أثناء التعمق في تحقيق وتفعيل الاستعلامات تم التوصل إلى توقيف باقي أفراد العصابة ليصبح العدد الإجمالي يقدر ب 9 أشخاص وحجز وثائق هوية مزورة لمغالطة المصالح الأمنية أثناء المراقبة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال هاتفية وخمس سيارات.